شهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين من دولة السودان الشقيق، ويأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية لمجموعة من الإعلاميين من الدول الإفريقية الشقيقة. وتشتمل الدورة على عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة، منها السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام والإعلام الجديد ما له وما عليه، فضلا عن كيفية مكافحة الأخبار المغلوطة في الميديا وصياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم والسياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل وأثر الثورات والحروب على حياة الشعوب. في الحقيقة بعتز بالفرصة للمشاركة في هذه الفعالية لافتتاح الدورة التدريبية للأشقاء الإعلاميين من الدول الأفريقية. الإعلام بصفة عامة وخاصة في دولنا الأفريقية عليه مسؤولية كبيرة في ترسيخ الوعي بالأولويات التي تهم الشعوب الأفريقية وتطلع لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار. وبالتأكيد أن المؤسسة الإعلامية المصرية بما لديها من خبرات واسعة ومكانة مرموقة لشخصيات لها ريادة فكرية وثقافية تستطيع أن تثري من خلال التفاعل والتواصل مع الزملاء والأشقاء من الدول الأفريقية لتعظيم العمل المشترك فيما بيننا وبين أشقائنا الأفارقة لتحقيق المصالح المشتركة. بنرحب بمعالي وزير الخارجية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليشرفنا في إطلاق أكبر برنامج تدريبي لتدريب الإعلاميين الأفارقة، وهيستمر لمدى عام كامل. ده انطلاقا من ثوابت السياسة المصرية اللي بتهتم بإفريقيا باعتبارها العمق الاستراتيجي لمصر، والعلاقات الطيبة اللي بتربط ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعظم وزعماء القارة الإفريقية. الدورة هتستمر لمدة شهر وهتتناول موضوعات كثيرة جدا بتهم الشأن الإفريقي، ودي هتبقى بداية حقيقية بيشرفها معالي الوزير.